أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم الاحتجاجات غير المسبوقة في بيلاروسيا والتي تتهم الرئيس لوكاشينكو بتزوير الانتخابات الرئاسية. هل تتهيأ موسكو لاستقبال زلزال سياسي جديد على حدودها مع الاتحاد الأوروبي؟ وما أهمية ما يحدث بالنسبة للأوروبيين؟ هل تواجه موسكو سيناريو أوكراني يقوض المزيد من الدول التي كانت تشكل حزامها مع الاتحاد الأوروبي؟ هل باتت نهاية هذا الحزام قريبة؟ أم إن موسكو ستقطع الطريق على أي محاولة بإرسال قوات لحماية الرئيس الذي يعتبر من معسكر الرئيس بوتين؟ ألا يشكل إجبار الرئيس البيلاروسي على التنحي زلزالا سياسيا بالنسبة لروسيا؟ أم إن بيلاروسيا ستبقى حليفا لموسكو حتى دون رئيسها الحالي؟ وهل فكرة التدخل العسكري أصلا هي لحماية لوكاشينكو أم لدعم آخر تدعمه بالخفاء؟ كيف سيرد الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة على هذا السيناريو؟ ما هي قوة الاحتجاجات في هذا البلد الذي يعتبر من الاتحاد السوفيتي السابق؟ وما أبعاد أي تغير فيه على التوازن السياسي بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي من العاصمة الأوكرانية كييف الإعلامي والباحث السياسي صفوان جولاق، ومن موسكو الخبير في الشؤون الروسية تيمور دويدار، ومن بروكسل الخبير في الشؤون الأوروبية حسين الوائلي. نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير. مظاهرات مستمرة في بيلاروسيا اعتراضا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي يعتبر معارضو الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو أنها حصيلة تزوير واضح للنتائج لتمديد ولاية الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما. لوكاشينكو الذي رفض مناقشة مسألة نزاهة الانتخابات مع المعارضة استجار بداعمه المباشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبا منه الدعم الأمني لمواجهة ما سماه عنف المظاهرات، دعوة أبدى بوتين استعداده الفوري لتلبيتها عبر نشر قوات روسية في بيلاروسيا. المعارضة البيلاروسية رفضت التصريحات الروسية وأي إجراء يعقبها بإرسال قوات لدعم لوكاشينكو، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون الدولي، ومؤكدة أن التدخل الروسي بدأ قبل الانتخابات عندما ألقت قوات الأمن البيلاروسية القبض على عناصر من مرتزقة فاغنر قبل إطلاق سراحهم لاحقا. ورغم علاقة مينسك وموسكو الجيدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أن الرئيس لوكاشينكو ظهر على خلاف في الفترة التي سبقت الانتخابات، خصوصا بعد اتهامه للكرملين بمحاولة الضغط لدمج بلاده مع روسيا في الوقت الذي تدور فيه شكوك حول أن ذلك خدعة يمارسها الرئيس البيلاروسي لإظهار أنه خارج معسكر الرئيس بوتين، وأن قضية فاغنر مناورة دبرتها السلطات للإيحاء بأن موسكو لا تريد لوكاشينكو. حلف شمال الأطلسي دعا موسكو عبر أمينه العام يانس ستولتنبرغ إلى عدم التدخل في بيلاروسيا، أما جارة بولندا والعضوة في حلف شمال الأطلسي طالبت روسيا بالتخلي عن مخططاتها للتدخل عسكريا تحت ما سمته بالذرائع الزائفة. ما يجري في بيلاروسيا اليوم يقترب كثيرا مما حدث في دول الاتحاد السوفيتي السابق كأوكرانيا وجورجيا، فهل تسير بيلاروسيا على طريق سابقاتها
وتهدم حزام موسكو العازل مع الاتحاد الأوروبي؟ أم يأتي التدخل الروسي المباشر لصالح الرئيس الحالي؟ وما هو الموقف الأوروبي ودول حلف الناتو من أي تدخل روسي محتمل؟ أيهم سلمان لبرنامج ولنا وقفة TRT عربي. نبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من كييف الأستاذ صفوان جولاق. أستاذ صفوان، الاحتجاجات التي تشهدها بيلاروسيا المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، إلى أي مدى تستدعي المشهد الذي شهدته أوكرانيا عام 2014 والذي أفضى في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس يانوكوفيتش؟ نعم، حقيقة المشهد البيلاروسي وإن كان شبيها بالمشهد الأوكراني ولكنه يختلف اختلافا جذريا عما حدث في 2014 وعما آلت به الأمور آنذاك إلى الإطاحة بنظام يانوكوفيتش. دعوني أعود إلى التاريخ وتحديدا إلى ما كان يقوله ويردده ويسوقه الزعيم السوفيتي لينين عندما كان يصف شعوب هذه المنطقة أو يصف بعض مناطق هذه المنطقة بمسميات بقيت حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فمثلا كان يصف لينين منطقة موسكو بموسكو العظمى، كان يصف روسيا البيضاء بروسيا البيضاء وهذا ما استمر عليه الحال، كان يصف المناطق الشرقية من أوكرانيا بمناطق روسيا الجديدة، كان يصف المناطق الانفصالية التي دائما كانت تحاول الانفصال وتتعاون مع الغرب ضد الاتحاد السوفيتي بروسيا الصغرى تذليلا لها. وبالتالي عندما يتحدث الكثيرون حول نوايا روسيا فيما يتعلق بشرق أوكرانيا، فيما يتعلق بروسيا البيضاء حاليا، فهذا يعيد إلى الأذهان ما كانت تطمح إليه، يعني تطمح إلى بقائه الدولة أو الإمبريالية أو الاتحاد السوفيتي، ويطمح إلى بقائه وريث الاتحاد السوفيتي الحالي بوتين الذي بشكل أو بآخر يحاول أن يعيد. طيب، ما أوجه الشبه والاختلاف صفوان بين ما يحدث اليوم في بيلاروسيا وما حدث في أوكرانيا في 2014؟ وأنا أتكلم على وجه الخصوص عن مدى الزخم وحجم الاحتجاجات التي يشهدها الشارع والأسباب المباشرة لها. حقيقة الدوافع التي تدفع الشعب البيلاروسي إلى الاحتجاجات هي أكبر بكثير من تلك الدوافع التي دفعت الأوكرانيين إلى الاحتجاجات في 2014. ودعوني أشير هنا إلى أن الاحتجاجات في 2014 كانت بشكل رئيس تقتصر على العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن عندما يحكم شخص لمدة 26 عاما فهذا نظام ديكتاتوري بشكل أو بآخر، لأنه نظام جمهوري يستمر فيه الرئيس هذه المدة، فهو نظام ديكتاتوري، وإن كانت الديكتاتوريات يعني تختلف كما تعلمون بين بعضها البعض. وبالتالي هنالك الكثير من الأهداف أو الأسباب التي تدفع الشعب البيلاروسي إلى الاحتجاجات، وهذا يشبه ما حدث إلى حد ما في أوكرانيا. ولكن الأسباب التي تدفع روسيا إلى التدخل كما تدخلت في أوكرانيا، هنا الأسباب تختلف. فروسيا في الحالة البيلاروسية لا تستطيع أن تقول إن الجالية الروسية في بيلاروسيا يعني تضطهد وتنتهك حقوقها واللغة الروسية مستهدفة، لأن هذه المشاكل غير موجودة في 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 بيلاروسيا. أضف إلى ذلك أنه لا توجد في بيلاروسيا توجهات غربية الميول بشدة ضد موسكو والنفوذ الروسي في المنطقة. نعم، انتقل إليك أستاذ تيمور دويدار ضيفي من موسكو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده لنشر قوات روسية في بيلاروسيا دعما لألكسندر لوكاشينكو. ما الذي يخيف موسكو في احتجاجات من المفترض أنها متعلقة بشأن داخلي بيلاروسي؟ تحياتي السادة الكرام. لا شيء يخيف روسيا أو موسكو أو الكريملين، فما يحدث في بيلاروسيا كان متوقع وكان ينضج على مدار ربما سنة بأكملها، لا شيء جديد كان المتوقع. الذي نشاهده الآن في بيلاروسيا ربما، أو بيلاروس كما تسمى الدولة، يعني هو
الفرق بين ما حدث في أوكرانيا أن أوكرانيا الأوكرانيين كان هناك من يقود opponents، نسيت الكلمة بالعربية، نعم الاحتجاجات، المعارضة كانت نعم كانت المعارضة لها قيادات. في بيلاروس لا توجد قيادات، ثم المنهج الأوكراني. طيب إذا كان لا يوجد شيء أستاذ تيمور يخيف موسكو أو الكرملين في الأوروبي. الاحتجاجات في بيلاروسيا، لماذا يتم عرض نشر قوات داخل هذه الجمهورية المستقلة لقمع الاحتجاجات؟ من أين أتيت بذلك؟ يعني مع وفر الاحترام، لا توجد أي قوات روسية داخل أنا أتكلم بيلاروس. عن تصريحات أنا أتكلم عن تصريحات الرئيس بوتين على قناة إخبارية روسية، تكلم عن أن هناك إمكانية وعبر عن استعداده لنشر قوات داخل بيلاروسيا طبعا. في حال خرجت الأمور عن السيطرة على حد تعبيره. أوكي، يعني هذا يختلف عن ما ذكرته. ففعلا هناك قوات من قوات الأمن الداخلي الروسية متواجدة بجوار الحدود مع بيلاروس، في حال إن طلب رئيس لوكاشينكو الدعم بتلك القوات، في حال إن تم السيطرة أو محاولة سيطرة على ما طبيعة هذه القوات أو هل هي قوات رسمية؟ ما هي طبيعة هذه القوات؟ هل هي قوات رسمية روسية أم أنها ربما تكون عن طريق مرتزقة شركة فاغنر الذين قبض على بعضهم خلال الانتخابات الرئاسية البيلاروسية؟ لا، هذه قوات دفاع نظامية من الأمن الداخلي، أي الشرطة. فهذه قوات نظامية حكومية لا داعي لها بأي مرتزقة، وسوف يعني إن تم اتخاذ القرار، وهذا سوف يكون قرار صعب للتدخل في بيلاروس، لأن الشعب البيلاروسي باختلافه عن ما حدث في أوكرانيا لا يريد الابتعاد عن روسيا، إنما بالعكس ربما الكثير منهم يريدون التعاون الأكثر، ربما الانضمام إلى روسيا الاتحادية. فما يحدث هناك شيء مختلف تماما عن ما حدث في جورجيا وفي أوكرانيا. ثم لا أدري، ربما يعني دعنا أن ننظر إلى ما يحدث في بيلاروس من ناحية أن لا يوجد هناك من يقود المتظاهرين. طيب بالحديث عن يعني رغبة الشعب البيلاروسي بالبقاء إلى جانب روسيا، الرئيس البيلاروسي تحدث عن ضغط تعرضت له بلاده لضمها إلى روسيا، إلى أي مدى لا يزال هذا الأمر على سلم أولويات موسكو؟ ما يتحدث عنه السيد لوكاشينكو هو بالضبط أنه يستخدم هذه الفزاعة لدعم شخصه كسياسي في الداخل البيلاروسي، في حين أن الشعب البيلاروسي لا يرى أي مانع، لأن يعني ما هو نفس الشعب مثل الشعب الروسي، وبالتالي يدعم السيد لوكاشينكو بمثل هذه الشعارات أو الفزاعات، يدعم سياسته المستقلة والتي ربما الكرملين يعني لا يجد فيها يعني أشياء إيجابية في الآونة الأخيرة، لكن يعني في نفس الوقت يعني يدعم. إلى أي مدى يمكن القول أن لوكاشينكو هو صديق للكرملين؟ لا، هو صديق للكرملين بالطبع، ويكون صديق أكبر للكرملين في أثناء وجود أي ورطة سياسية، ورطة اقتصادية، لدرجة أن تتدخل موسكو لتدعيم حكمها الذي تنتفض عليه الجماهير أو الشعب البيلاروسي؟ شوف، هناك شيء مهم يعني أريدك أن تتفهمه. السيد لوكاشينكو بافر بين روسيا والاتحاد الأوروبي،
في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهم السيد لوكاشنكو مفيد أيضا لسياساته الجيوسياسية في المنطقة. فلا نتحدث هنا هل أحد يحبه أو يكرهه من قبل روسيا أو الاتحاد الأوروبي. لا أحد سوف يدعم المتظاهرين من الاتحاد الأوروبي. هذه الفكرة أصبحت واضحة. نعم، أريد أن أنتقل إليك أستاذ حسين الوائري ضيفي من بروكسل. دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ روسيا إلى عدم التدخل في بيلاروسيا، ومن قبله بولندا أيضا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، ما الذي تعكسه هذه الدعوات؟ وهل الحلف في وارد الصدام مع روسيا في هذا الملف؟ يعني هو الحلف دائما وارد أن يصطدم مع روسيا حقيقة فيما يتعلق بالجيوسياسي الشرقي بالنسبة إلى شرق أوروبا. يعني دائما هناك عسكر الحدود الشرقية من طرفين، من طرف الشمال الأطلسي وكذلك من طرف الروسي، خصوصا هناك تسليح وهناك عسكر في كيلينغراد وهو جيب قريب من بولندا. يبدو لي بأنه بالفعل هناك دائما، لكن هناك عقلانية حقيقة عند الطرفين، عند موسكو وكذلك عند الأطلسي عند الناتو. لكن مع ذلك أعتقد بأنه حالة التوتر وحالة الصراع الموجودة الآن في بيلاروسيا هو لا يريده الاتحاد الأوروبي، وهو هذا الفرق ما بين الرؤية الأوروبية الدبلوماسية والرؤية الأطلسية العسكرية، أنه بيلاروسيا دائما كانت وما زالت بأنه أرض حيادية تعزل الطرفين، تعزل الجيوسياسي. نعم، هذا أريد أيضا أن أركز عليه أستاذ حسين، الأهمية التي تشكلها بيلاروسيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وللاتحاد الأوروبي كتكتل، وبالنسبة أيضا لحلف شمال الأطلسي. يعني مهمة جدا، هي لا تقل أقل من أهمية أوكرانيا من حيث المقربة الجيوسياسية إلى الروس. الآن ما يعزل روسيا عن الاتحاد الأوروبي وعن الجغرافيا الأوروبية هي فقط بيلاروسيا. بيلاروسيا إذا اقترب العسكرة أو اقترب النظام من الرؤية الأوروبية أو الغربية، يبدو لي بأنه الغرب والاتحاد الأوروبي وحتى بينها الولايات المتحدة الأمريكية ستقترب كثيرا وتكون على تماس مع الحدود الشرقية أو الغربية الروسية. فبالتالي يبدو لي بأنه لم تكن هناك أرض حيادية بين الطرفين. هنا الصراع يبدأ ما بين موسكو وبين الاتحاد الأوروبي، هنا يبدأ الصراع ما بين موسكو وحلف الناتو أيضا في نفس الوقت. الرؤية الإشكالية الجديدة في بيلاروسيا بأنه موسكو هي لم تكن راغبة حقيقة في تأجيج هذا الصراع، والاتحاد الأوروبي كمؤسسة أوروبية دبلوماسية أيضا تقودها فرنسا وألمانيا أيضا لم يكن راغبا حقيقة في الدخول في مواجهة أو توتر، لأنه هناك جيوب مفتوحة وجبهات مفتوحة على الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط. هناك قضية أزمة المهاجرين واللاجئين، الصراع الموجود الآن حول الطاقة، والصراع التركي أو التنافس التركي اليوناني. الآن هناك رؤية أوروبية غربية تريد أن تفتح قناة جيدة، وإن كان هناك حقيقة رفض غربي لأنه لم يعترف مسبقا بالانتخابات البيلاروسية. هذه نقطة مهمة جدا، لكن مع ذلك هم بنوا استراتيجية مهمة وهي مقاربة جديدة، أن يكون هناك تقارب ما بين موسكو وبروكسل برعاية ألمانيا فرنسية روسية. نعم، انتقل إليك أستاذ صفوان جولاق ضيفي من كييف. كيف تبدو آفاق تطور الحراك الاحتجاجي، وهل من الممكن أن يمضي قدما حتى إسقاط لوكاشينكو؟ حقيقة التدخل الروسي يعني سيفرض نفسه بشكل قوي على كل الحسابات التي كانت مطروحة خلال الأيام القليلة الماضية، والرئيس الروسي لمح إلى أنه مستعد لإدخال القوات الروسية إذا ما طلبها لوكاشينكو، ولوكاشينكو طلبها، ووصف بوتين بأنه الصديق بعد فترات طويلة من الخلاف. لست أدري إن كان شكليا أم حقيقيا، ولكن كان على خلاف مع بوتين، وبالتالي التدخل الروسي هو الذي سيحدد مسار الأحداث. الحقيقة على الأرض أن الشعب البيلاروسي، شريحة واسعة من الشعب البيلاروسي، خرجت ترفض النتائج وترفض شخصية لوكاشينكو. وحقيقة أيضا
أن التدخل الروسي يعني أن بيلاروسيا ستدخل في أزمة، وربما لا سمح الله ستكون أزمة دموية وربما يطول أمدها، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي بتداعيات. هل القضية متعلقة ببقاء لوكاشينكو من عدمه وسلبية أيضا على أوكرانيا والدول بالنسبة لروسيا؟ نعم. بالنسبة لروسيا وللمحتجين على حد سواء، هل القضية متعلقة ببقاء لوكاشينكو أو بذهابه؟ حقيقة فيما يتعلق بشخصية لوكاشينكو، يعني إذا ما أخذنا موضوع قوات فاغنر التي جاءت وقبض عليها في بيلاروسيا قبل الانتخابات، وتحدث البيلاروسيون نفسهم على أن هذه القوات كانت تريد إثارة البلبلة وتغيير مسار الانتخابات، فهذا يعني بشكل أو بآخر أن روسيا كانت تريد أن تسير الأمور في هذه الانتخابات لصالحها. نعم. بشكل يعني يحضر إلى السلطة من تريده موسكو، أو يبقي لوكاشينكا بشكل يعني يكون فيه ولاؤه أكبر لموسكو وليس العكس بطبيعة الحال. نعم. أما وصول شخص غربي الميول كمرشحة المعارضة، فهذا يعني يضع البلاد في آفاق واسعة من التكهنات، لأنه كما قال الزملاء يعني وهو ربما ما ترفضه موسكو على كل الأحوال. أريد أن أنتقل إليك أستاذ تيمور دويدار ضيفي من موسكو. باختصار شديد، بعد تحذيرات موسكو للولايات المتحدة والدول الأوروبية بعدم التدخل في الشأن البيلاروسي، كيف تبدو ملامح السياسة الروسية تجاه الغرب فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا؟ أشكرك سيدي. موقف الكرملين يعني ما معناه؟ هذه منطقة نفوذنا، لا تتدخلوا. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، الكرملين يأخذ في الاعتبار ما يأتي من واشنطن وما يأتي من بروكسل بالطبع، فهذا ميزان. يعني موسكو تحاور الزملاء في الغرب بعدم التدخل. يعني حقيقة أنا أرى أن لا يوجد تدخل غربي في ما يحدث في بيلاروس. الشباب أو الناس، وماذا عن ادعاءات لوكاشينكو بأن هناك تعزيز لقوات حلف شمال الأطلسي في بولندا؟ نعم، هذا التعزيز نحن نعيش فيه في ربما 10 سنين الأخيرة، فلا جديد في ذلك. هناك حراك للأسف مضطرب من قبل قوات الناتو الموجودة على الحدود الغربية الروسية بأكملها بما فيها بيلاروس. فنعم، تحت هذه الذريعة ممكن إدخال القوات الروسية، ليست من الشرطة التي تحدثنا عنها من 5 دقائق، إنما قوات الجيش النظامي الروسي إلى داخل بيلاروس. لكن بالنسبة لنا في روسيا، هذا يعني يجب أن يحدث شيء فعلا مفزع. نعم. لكي نتدخل إلى في داخل بيلاروس لعدم. نعم. هذه الفكرة أيضا أصبحت واضحة، وأعتذر منك لضيق الوقت أستاذ تيمور. أستاذ حسين الوائلي ضيفي من بروكسل، الاتحاد الأوروبي لم يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، ولكنه في الوقت نفسه يستخدم لهجة حذرة دبلوماسية في التعليق على ما تشهده البلاد. كيف يمكن أن تكون ملامح سياسة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في حال تدخل عسكري من روسيا في بيلاروسيا؟ أعتقد بأنه سيكتفون أيضا بالرفض والتحذير، لأنه الآن أوروبا غير قادرة لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى العسكري حقيقة التدخل في بيلاروسيا. أنا أتفق كثيرا مع ما قاله الضيف من موسكو بأنه الغرب لم يتدخل في بيلاروسيا، هي المكونات التي أحدثت هذا الحدث الموجود الآن في بيلاروسيا. ولوكاشينكو وجد نفسه هو بين فكين، بين الفك الروسي والفك الغربي،
لكن أوروبا لا تريد حقيقة أن تصطدم، وأيضا ليس لديها رغبة. هناك في عام 2018 توقفت أوروبا عن حالة التوسع رسميا، بالمناسبة لم تتوسع لا في الشرق ولا في الغرب ولا حتى في البلقان، وقالوا بأنه التوسع حاليا هو له مضار كثير على الجغرافيا الأوروبية، خصوصا يفرز حالة هجرة وكذلك يفرز حالة من الندية في ظل تنافس دولي إقليمي موجود في المنطقة. أعتقد بأن المقاربة الروسية الأوروبية التي لا ترغب فيها واشنطن هي التي ستكون سيدة الموقف. هناك اتفاق ألماني فرنسي روسي على غرار اتفاق مينسك المتعلق في أوكرانيا بأن لا يكون هناك قلق في هذه الحدود. نعم، أشكرك جزيل الشكر من بروكسل الخبير في الشؤون الأوروبية الأستاذ حسين الوائلي، وأشكر ضيفي من موسكو الخبير في الشؤون الروسية تيمور دويدار، ومن العاصمة الأوكرانية كييف الإعلامي والباحث السياسي صفوان جولاق. أشكركم جميعا على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.